بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. نحن نتضامن مع أهلنا في القطيف وفي العوامية وفي المسورة بالتحديد على ما يحصل عليهم من إجرام، وإجرام مقيت وإجرام قبيح ما يقوم به آل سعود في المسورة وفي العوامية خارج عن نطاق العقل وخارج عن نطاق الإنسانية. وليس صدفة أن يكون هناك إبادة لهذه المنطقة وتهجير. وعندما نقارن ما يحصل في اليمن وفي البحرين نرى أن العدوان نفسه هو إجرام حقيقي لا يغطيه الإعلام ولا ترتفع له راية الأمم المتحدة ولا المجتمع الدولي. فبالتالي هذه المناطق الثلاث فعلا لهي تقع في أو تقع على إجرام حقيقي مصدره واحد، والسكوت العالم عليه دليل على خنوع، وأن المال السعودي قد أسكت حتى الأمم المتحدة وحتى المجتمع الدولي الذي لا يريد أن يرفع صوته من أجل هذه المناطق الثلاث. والإبادة التي تحصل في العوامية خير دليل، والإجرام بحق أخوتنا أيضا في اليمن أكبر دليل، إجرام وإسالة دماء وتهجير وإبادة، وكله يصب في السكوت بشراء المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وبريطانيا ومن يقومون ببيع السلاح لهذه الجهات أو لهذه البلدان. يسكت عنهم لأنهم يبيعونهم سلاح ويبتزونهم، فبالتالي لا نرى كلمة من المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي متواطئ على ما يحصل على إخوتنا في العوامية وأيضا في البحرين واليمن. نسأل الله أن تعي المجتمعات أن الإرهاب مصدره واحد وهو الاحتلال السعودي والعدوان السعودي على هذه المناطق. نسأل الله أن يرفع هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلمة.